بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن مسرحية الحيوانات الزجاجية. المسرحية دي انتاج سنة 1937 للكاتب الامريكي تينيسي ويليامز. الكاتب الامريكي ده عايش من سنة 1911 ل 1983. الكاتب الامريكي كتب القصة دي، كتب المسرحية دي وهي قصة اخته، يعني فيها شبه كبير مع ما تعانيه أخته في الحياة الحقيقية. القصة دي عبارة عن أربع أشخاص، يعني مسرحية من أربع أشخاص: أماندا سيدة المنزل بعد أن تركها زوجها وسابها تواجه حياتها مع أولادها، أولادها توم ولورا، لورا مشلولة، بنت مشلولة منذ الصغر، وتوم المفروض إن هو المسؤول عن توفير لقمة العيش للبيت ده. فتوم بيضطر إن هو يشتغل طول النهار عشان يوفر مصاريف للبيت، فبيشتغل في مصنع للأحذية. لما توم بيعاني من مشاكل نفسية بسبب الكآبة اللي في البيت ده، فبيفكر ان هو يغير جو مساء، فبيخرج في مكان والدته ما تعرفوش. يوميا بيخرج يروح السينما، هو دائم الشجار مع والدته بسبب ذهابه الى المكان المجهول وخوف والدته من ان هو يسيب البيت زي والده. فاصبح في شجار دائم مع اماندا والدته. اخر ما زهقت اماندا قالت له: احنا نتفق مع بعض انك انت لو عايز تسيب البيت سيبه، بس قبل ما تسيب البيت جوز اختك، شوف لها عريس. طبعا بيدور توم على عريس، فبيجيب جيم اوكونر اللي هو صديقه، بيعرف اخته بتوم بجيم صديقه، فبيصبح جيم هو العريس المنتظر او الذي يعلق عليه الامال. بيحصل تقارب بين جيم وبين لورا، وفي الاخر بيصرح لها بان هو مرتبط بفتاة اخرى، فبتصطدم لورا صدمة كبيرة. وبيظل البيت في حالة الكآبة وما بيخرجش لحالة أفضل من ما كان. فيه رمزية كتير في المسرحية دي. المسرحية دي تم كتابتها في الركود الكبير، الكساد الكبير اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية. فالكآبة اللي في البيت اللي في المسرحية دي بيمثل الكآبة اللي كانت بتعيشه أمريكا في الفترة بتاعت الكساد الكبير اللي حصل بعد الحرب العالمية الثانية. الحيوانات الزجاجية اللي قصة، عنوان القصة، التايتل بتاع القصة الحيوانات الزجاجية، بيمثل العالم المعزول، العالم المنعزل اللي عايشة فيه لورا في عزلتها عن العالم الخارجي بسبب مشكلتها الصحية. جيم قال: انت كالوردة الزرقاء، البلو روز، والبلو روز ليس لها وجود في
العالم الحقيقي، مفيش حاجة اسمها وردة زرقاء. فعندما أطلق عليها جيم لقب الوردة الزرقاء فده بيمثل الجمال الغير الموجود، الجمال لأنها كانت جميلة ولكنها كانت عندها مشكلة صحية. فكأن لقب الوردة الزرقاء يوحي للجمال الذي لا وجود له، مثل الزهرة الزرقاء التي لا وجود لها في الحياة الحقيقية. الحيوانات الزجاجية الجلاس مينيجري بيمثل النفس البشرية اللي كانت عليها لورا والتي كان من السهل أنها تنكسر عندما تعرضت إلى الواقع وعندما صرحها جيم بالحقيقة التي كان من الصعب عليها تقبلها والتي تتمثل في أنه مرتبط بفتاة أخرى. فكما أن الزجاج سهل انكساره فإن النفس نفس لورا كان من السهل انكسارها عندما تعرضت لأول صدمة في حياتها. الجلاس مينيجري عندما انكسرت أحد الحيوانات في المسرحية فإنها مثلت النفس البشرية التي انكسرت التي هي مكسورة، وكأنه يشير إلى أن المشكلة في الإعاقة الموجودة في لورا ليست الإعاقة الجسدية وإنما الإعاقة العقلية التي تتمثل في التفكير المعاق، وأنها لو كانت تفكيرها سويا لكانت حياتها أفضل وكانت تتمتع بحياة أفضل. وكما أن الزجاج انكسر فإن النفس انكسرت بسبب أنها ليست طبيعية، وأنها لو كانت صلبة، لو كانت النفس صلبة ولو كانت تفكير سويا لكانت قادرة على التغلب على جميع مشاكل الحياة وجميع الاختبارات التي يبتليها الله. الجلاس مينيجري مسرحية تستحق القراءة. نأمل أننا نتواصل مع بعض في مسرحيات أخرى. شكرا، السلام عليكم.